اليوم البنات رجعت معاكم بالجديد، جايبه لكم كيراتين خطير اقوى من الكيراتين البرازيلي. من اليوم نسو عليا الترطيبات الكيماويه، نسو عليا السوشوار، غادي ترطبي شعرك باربع مكونات فقط. هذه الوصفه كتعطي النعومه، كتعطي التغذيه، كتعطي الترطيب، وفي نفس الوقت كتعطي اللمعان للشعر. بمجرد ما غادي تستعملي هذا الماسك لشعرك غادي تشوفي ان الشعر ديالك تغير 180 درجه بدون حراره، بدون سوشوار. الشعر ديالك غادي يولي نازل، غادي يولي مسبسب ورطب. هذه الوصفه ممكن ديريها حتى للبنيات ديالك، ممكن ديريها حتى للوليدات ديالك. يعني ماسك طبيعي 100% تيعمل على ترطيب الشعر وعلى ازاله يعني التدرجات ديال الشعر. يعني من اول استعمال كتبان لك النتيجه. وبغيتكم كاملين البنات يعني ديروا هذه الوصفه هذه وتردوا عليا في لي كومونتير. اي وحده جربت هذا الماسك غادي تلاحظ واحد النتائج يعني رائعه بالنسبه لترطيب الشعر. هذه الوصفه جربتها البنات لاول مره كنجربها وعجبتني بزاف، يعني وصفه غادي نتقاسمها معكم لاول مره على اليوتيوب. غتشوفوا هذه الوصفه هذه وبغيتكم كلكم تجربوها. المهم غنبداو دابا في الوصفه ديالنا، فبغيتكم تخليوا لي اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا. الزبينات ديالي كلكم شجعوني بلي لايك وخليوا لي شي تعليق من بعد ما تشوفوا الفيديو التالي. وغادي نبداو على بركه الله. عندنا اول مكون في الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا هو البطيخ الاحمر. فهادي الوقت ديالو بالنسبه للبطيخ الاحمر تيحتوي على بزاف ديال الفوائد بالنسبه يعني للشعر. فمن بين الفوائد ديالو يعني كماسك للشعر ديالنا، فعنده بزاف ديال الفوائد يعني اللي تعمل على يعني تغذيه الشعر، كترطب الشعر، و كتعزز لينا من القوه ديال الشعر، كتساهم في انتاج يعني الكولاجين اللي كيساهم في نمو الشعر يعني بشكل صحي، كيمنع تساقط الشعر لانه كيحتوي على واحد الكميه كبيره من فيتامين جيم. وبذور البطيخ فهي معروفه انها يعني كتنتج منها زيوت اللي كتعمل على ترطيب الشعر، فعنده فوائد كثيره وكثيره. المهم تاخذوا قطع من البطيخ الاحمر كيف ما كتشوفوا معايا، ممكن تطحنوه في الخلاط الكهربائي، ممكن ديروها الطريقه لكم الاختيار يعني اللي بغيتو. بالنسبه يعني الفوائد البطيخ الاحمر فهو يعني فيه فوائد كثيره كيف ما قلت لكم اللي كتعمل على تغذيه الشعر وكتقوي لنا الشعر ديالنا بزاف بزاف. بالنسبه للبذور ديال البطيخ الاحمر فهي كيف ما قلت لكم كتعمل على ترطيب الشعر اللي كيكون جاف، اللي كيكون خشن وكيكون مضر يعني متضرر بزاف. المهم انا من بعد ما خديت هاد الكميه هذه كيف ما كتشوفوا معايا ديال العصير ديال البطيخ الاحمر، دابا صفيته. عندي هنايا كاس ديال العنبه ما عامرش كيف ما كتشوفوا معايا، فانا درت هنايا كاس ديال العنبه غير باش تشوفوا معايا العبار. كاس ديال العنبه ما عامرش، غادي نزيدو عليه نشا الذره او لا زهر الذره او لا مايزينا او لا دقيق الذره. فالنشا حتى هو واحد العنصر اللي كيرطب لنا الشعر ديالنا بزاف، يعني كيعطي التغذيه وكيرطب الشعر خصوصا اللي كيكون متدهور يعني بزاف. الشعر اللي كيكون في واحد الحاله متدهوره بزاف يعني بالصباغات بالبرودويات الكيماويه يعني الترطيبات وداكشي. المهم البنات غنديروا ملعقه كبيره ديال النشا يعني عامره مزيان، عمروها مزيان البنات هكا باش يجيكم داك القوام يعني عاوتاني كيجي كريمي هكا باش تحصلوا على واحد القوام كريمي للخليط. بالنسبه هنا البنات غير باش تعرفوا اللي شعرها طويل يعني طويل بزاف، غديري جوج كيسان ديال العنبه ديال العصير البطيخ الاحمر وغديري جوج معالق كبار عامرين ديال النشا هكا باش تعرفوا القياس، لان هاد الكميه اللي غنعطيكم ديال الشعر اللي شويه متوسط يعني ماشي قصير وماشي طويل عاوتاني طويل بزاف. الا شعرك كان محسوب طويل غتضاعفي الكميه. دابا غادي ندير هاد الخليط على النار ونبقى كنحرك، يعني ضروري تحركوا متغفلوش عليه باش ما يتحرقش ليكم. من بعد ما درته فوق النار هانتوما كي كتشوفوا معايا راه تيختار الخليط وكيولي هكا، ولكن حركوا وملي تضيفوا النشا حركوا مزيان عاد باش وضعوا الخليط على النار باش ما يتكورش لكم النشا. صافي دابا من بعد ما وجد ليا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا خليه حتى يولي القوام ديالو ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نطفي عليه النار
وغادي نكملوا بقية يعني تتمة تحضير الوصفة ديالنا. من بعد ما غادي نطفي عليه النار، غنخليه يعني مباشرة غادي ندوزو للمرحلة الموالية. صافي هنا راه طفيت عليه النار كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخدو واحد الزلافة، فاش غادي نديرو هاد الكريم ديالنا. المهم خاصو يجيكم بحال هكا البنات، هكا باش ان شاء الله تنجح معاكم الطريقة. خاصو يجيكم هكا شوية تقيل، غير ديروا فيه شوية النشا بزايد هكا باش يتقال لكم الخليط. صافي دابا خديت واحد الزلافة وغادي ندير فيها هاد الخليط مباشرة بعد ما نحيدو على النار. من بعد غادي نحتاجو في هاد الوصفة هادي، غادي نحتاجو للزبدة. الزبدة يعني اي نوعية عندك، غير تكون بدون ملح. ممكن تستعملي المارغرين ديال الحلويات، كيف ما ممكن تستعملي الزبدة هادي ديال اللي غادي تشوفوا معايا دابا، ديال هاد السوبيرا. اي نوعية اي نوعية عندكم، ماشي بالضرورة هاد النوعية اللي عندي انا. المهم الزبدة تكون بدون ملح. صافي هادشي اللي غادي نتركزوا عليه. بالنسبة للزبدة كترطب لينا الزغبة او الشعر اللي كيكون مهلوك، اللي كيكون متضرر وناشف، واللي كيكون واكل العصا كيف ما تنقولوا. الزبده شي حاجه اللي طاب بالنسبه للشعر. اي بنت مجرباها راه غادي تكون عارفه بان الزبده راها كترطب الزغبه بزاف بزاف. يعني شعرك الا كان متضرر ومهلوك بزاف، هاد الماسك غادي يغطيه، غادي يعطيه ترطيب، وغتلاحظي نتائج من الاستعمال الاول. كي تغسلي شعرك غتلاحظي الفرق على من قبل. المهم غادي نستعملوا ملعقه كبيره مع هاد المكونات اللي درنا، يعني كاس ديال العنبه تقريبا ما عامرش. ممكن ديروا كاس عامر ماشي مشكل، غير انا كان عندي غير هذاك القياس اللي يعني حضرته. بالنسبه للزبده غديروا ملعقه كبيره، يعني مع كاس ديال العنبه ديال العصير ديال البطيخ الاحمر. صافي غادي نخلطوا هاد الزبده. وعلاش قلت لكم غادي نضيفوا الزبده وهاد الخليط يكون سخون هكا باش تذوب ليكم. فكيف ما كتشوفوا معايا كتذوب بكل سهوله، فكتضيفوا الخليط وهو سخون وكتحركوا مزيان حتى كتذوب لكم مع الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نخلطها مزيان، والخليط راه كيجي بحال هكا البنات، كيجي خليط على شكل كريم. صافي غادي نخلط مزيان هاد الوصفه حتى يعني تقاد وتذوب مزيان الزبده. ومن بعد غادي نحتاجو البنات الويلا. ويلا هي واحد البلسم، بلسم مرطب للشعر يستعمل بعد الشامبو. بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه او للمتتبعات اللي في الدول العربيه، بامكانكم ان يعني تستعملوا اي بلسم مرطب للشعر، يعني اي بلسم يستخدم بعد الشامبو. تستعملوا ملعقتين كبار في هاد الوصفة، ملعقتين كبار من البلسم. بالنسبة يعني اللي عندها هاد ويلا فهي معروفة عندنا في المغرب، غتستعملي ساشية ديال ويلا. الا كنتي غتضاعفي الكمية ديال المكونات فغتضاعفي اكيد حتى ويلا، غديري جوج ديال الاكياس. صافي غادي نستعملها هنا. بالنسبه لويلا فبزاف يعني كلشي كيعرف ويلا، فهي كترطب الشعر بزاف، يعني كتعطيك واحد النعومه وكتخلي واحد الريحه زوينه في الشعر. فهاد الوصفه الريحه ديال البنات راه ما نعاودش لكم، واحد الريحه اللي زوينه كتحمق كتبقى لك في شعرك، ما كاينش الريحه كاع ديال البطيخ الاحمر او الدلاح كيف ما كنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا. المهم انا درت هاد الكيس كيف ما شفتوا معايا وغنخلطها مزيان. بالنسبه لهاد الوصفه جربتها انا شخصيا البنات، كتعطي نتيجه زوينه، وغير جربوها على حسابي، غادي تعجبكم بزاف بزاف هاد الوصفه. و يعني الا كانت عندك اختك شاركي مع هاد الوصفه هكا باش ديرها، وصاحبتك العائله يعني اي وحده من لا فامي ديالك شاركي مع هاد الوصفه، لانها زوينه كتعطي نتائج زوينه البنات، وغير جربوها يعني على حسابي. بالنسبه لهاد الوصفه كلها يعني وصفه طبيعيه، واخا فيها ويلا حتى ويلا راه مصنوعه من الاعشاب البنات، فيها داكشي طبيعي. بالنسبه لهاد الوصفه
ملي غادي تجربوها ان شاء الله غتلاحظوا الا كان شعركم كيتخبل ما غاديش يبقى يتخبل نهائيا، فهي كترطب الزغبه والشعر كيولي مسرح، يعني دغيا تدوز لك فيه المشطه واخا يكون بصعوبه كدوز لك فيه المشطه، فغتلاحظي هاد الفرق يعني كبير بزاف في شعرك. بالنسبه لهاد الوصفه تطبقيها على شعرك يكون نقي، يكون نقي. المهم ممكن تضيفوا اي زيت، البنات انا غندير زيت اللوز، ولكن ممكن ديري اي زيت عندك مرطب للشعر، اي زيت عندك كيف ما بغى يكون، ولا زيت الزيتون ولا اي زيت ديريه كديري شعرك غتضيفي منه هنايا، وممكن تستغني عليه يعني ماشي بالضروره. اهم شيء هما المكونات اللي ذكرنا سابقا. بالنسبه لهاد الوصفه كطبقيه على شعرك يكون نقي كيف ما قلت لكم، سرحوه مزيان البنات وطبقوا عليه هاد الوصفه، وعاودوا سرحوه مزيان وطبقوا عليه الوصفه مزيان من الجذور حتى الاطراف، وخليوها ساعه ديال المكانه يعني ساعه، وغادا تغسلي شعرك. هاد الوصفه ديريها 2 مرات في الاسبوع، كل مره وانتي كتستعمليها وشعرك كيتغير، شعرك كيرطاب، الزغبه كتبدا فيها واحد اللمعه، الزغبه كتبدا نازله، يعني ما كيبقاش عندك شعرك يعني مدرج ولا واقف بزاف، ولا عندك دوك داك الشعر يعني القدام يعني واقف، يعني داك الخلفه ما تبقاش عندك يعني واقفه. المهم هاد الوصفه زوينه البنات يعني عن تجربه، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتعجبكم. اللي بغات تسولني على شي حاجه هبطوا عندي التعليقات، خليوها لي ان شاء الله نجاوبكم بكل فرح، وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وفي امان الله.